أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين عزيزاتنا المشاهدات. طبعا اليوم بنسوي لكم المندي اللي هو أكلة يمنية، واللي هي عبارة عن تتكون من لحم ورز. طبعا اللحم تقدروا تختاروا أي نوع من اللحم اللي مناسب لكم. والآن نبدأ نأخذ كمية بسيطة من الزعفران، ويكون معنا ماء مغلي نضيفه إلى الزعفران، كمية بسيطة فقط علشان يذوب الزعفران ويعطينا احنا اللون الحلو للحم، ونحرك الزعفران. طبعا نتركه يرتاح شوية عشان اللون، يعني علشان الماء يتشبع باللون، وبعدين نصب الزعفران على اللحم. ثم نقوم نخلط اللحم علشان لون الزعفران يتوزع على اللحم بشكل جيد. ونضيف الملح، طبعا الملح كل واحد مثل ما يحب، إذا تحب تكون يكون ملح زيادة مثل أمجد ضيف زيادة ملح، ومثل ما يقول أمجد يزيد الملح ولا ينقص. وبعدين نضيف البهارات المشكلة، البهارات المشكلة تقريبا بحط ملعقة صغيرة، وإذا تحب تزيد يعني ما فضلش زيادة علشان بتضيع نكهة المندي. ونضيف فلفل أسود، كمية بسيطة فقط. وبعد ذلك نقوم نخلط اللحم، يعني بحيث انه يتوزع البهارات والملح والزعفران بشكل جيد، نخلطها تمام ونفحص بيداتنا. بعد ذلك نجيب الآن للدست اللي بنسوي فيها المندي. طبعا هذا الدست بنضيف فيها الماء، الماء تقريبا هذا الكوب الأول، كوب صغير. الثاني الكوب هو عبارة عن تقدر تقول انه هو كوب ناقص شوية. نجي للبهارات الصحيحة، بنستخدم قرنفل أو زر، هيل وكبزرة حب، ورق غار، قرفة وكمون حب، نضيفهم للدست في تحت. وبعدين نجيب قصدير، نعمل طبقة واحدة من القصدير. طبعا نحط القصدير على الدست بهذه الطريقة، ونتأكد انه نقفله بشكل جيد. انت لما بتلاحظوا كيف بشد على القصدير في الاطراف، بحيث انه ما يكونش في اي مجال للبخار الماء انه يتسرب من الدست. طبعا لو معاكم احد في البيت يشيش بيفيدكم بهذه الخطوة، بحيث انه يعمل لكم القصدير، وبعدين بيجيب كذا بيعمله بطريقة مناسبة. طبعا كذا الان نعمل فتحات في القصدير علشان البخار انه بيكون يطلع منه للحم، بحيث تنضج اللحم ثم ينزل الى تحت. طبعا هذا يعني كمية مناسبة من الفتحات نعملها في القصدير، نستخدم عود او اي شيء. بعدين نرص اللحم، طبعا نرص اللحم بحيث يعني بطريقة متناسبة، بحيث انه ما يكونش في فراغات ولا يكون في تكدس للحم على القصدير. طبعا لما تكون تعملوا اللحم بحيث انه اللحم يكون في تناسب بين حجم الدست وحجم اللحم اللي بتطبخوه. الآن نغطي من فوق بالقصدير، طبعا بنسوي 3 طبقات من القصدير. الآن نبدأ بالطبقة الأولى، الآن الطبقة الثانية من القصدير، مثل ما قلت لكم لازم أنه يكون مقفل بشكل جيد.
ونجي للطبقة الثالثة والأخيرة. طبعا مثل ما قلت لكم لازم نتأكد وإن القصدير يكون مقفل تماما، ما فيش أي مجال للبخار إنه يتسرب، لأنه لو تسرب البخار بينشف معانا الماء وما بتنضجش اللحمة. طبعا المندي من الأكلات المشهورة في منطقة حضرموت، تحياتنا أصحاب حضرم في كل مكان، من مروان بكرامة هنا إلى بقية الزملاء في جامعة البترول. لا ننسى البرو حسين. طبعا الآن جاهزة معانا الدست، وبنكون قد شغلنا الفرن على درجة حرارة 120 من تحت، بنحطه داخل الفرن. طبعا بنحطه على لمدة 3 ساعات ونصف. بعد مرور 3 ساعات ونصف نبدأ نجهز معانا الرز. الرز طبعا نجيب ماء بارد أو فاتر، نضيف له الملح. طبعا الملح نضيفه فقط علشان ما يتكسرش حبوب الرز، وثم نقوم بإضافة الرز. طبعا الرز كمية اختيارية، كم تحبوا الرز على حسب كم معكم بتحبوا تاكلوا أو كم معكم ضيوف. أنا هنا بستخدم 2 كوب من الأرز أو الرز. ضفنا الكوب الأول والآن الكوب الثاني، ونتركه لمدة نصف ساعة علشان يعني يكون جاهز بعدين للطباخة. الآن بعد مرور 4 ساعات تشوف، الآن نفتح اللحم اللي هو الدست، نبدأ بإزالة الطبقات القصدير الثلاثة اللي فوق. الطبقة الأولى الآن نشيلها، نشيل الطبقة الثانية، انتبهوا تشيلوا آخر طبقة وتفلت عليكم اللحم بين المرق. هذه هي الطبقة الثانية وشلناها، طبعا الدست حامي انتبهوا. ونجي للطبقة الثالثة وهي لحظة الحقيقة. الآن نشوف معانا اللحم، اللحم طبعا شوفوا كيف ناضج جدا وجاهز. اللحم شوفوا كيف رطب، الموزة كيف جاهزة، جاهزة للأكل. طبعا الآن بناخذ اللحم على جنب، نوري لكم ايش بنسوي بعدها. طبعا اللحم ساخن، طبعا اخذت اللحم، والآن نشيل آخر طبقة من القصدر اللي كانت من تحت. طبعا بتشوف الآن المرق، طبعا هذا المرق مركز جدا، انتبهوا تشربوه. طبعا معنا البهارات الصحيحة نقدر نشيلها علشان ما تكونش مضايقة بين الرز، خاصة الهيل، يعني لو واحد أكل هيل بين الرز يقع في أزمة. حاولوا تشيلوا كل الهيل. بعدين الضيوف بيزعلوا منكم إذا أكلوا هيل. بعدين هذا الرز اللي كنا مرخنه بين الماء، نغسله مرتين. الآن نحط اللي هو المرق مع نحطه على النار، نضيف له ماء. الماء هو عبارة عن بضيف عن عبارة عن هذا الكوب الأول. طبعا شوفوا نحن عملنا 2 كوب رز، وهذا الكوب الثاني. الكوب الثالث بيكون عبارة عن 2/3 كوب تقريبا، بحيث انه مع المرق اللي موجود بيكون كأنه 3 أكواب، لأنه لما تسوي الرز البسمتي لكل كوب رز كوب ونصف من الماء، ونتركه حتى يغلي. وطبعا نطعم نشوف كيف كمية الملح، هل هي مناسبة أو لا، وإذا كمية الملح مش مناسبة تقريبا هي ناقصة نضيف ملح.
طبعا نشوف كمان الملح كمان نزيد علشان نوجد هذا الملح. الآن خلاص الملح مضبوط، يزيد ولا ينقص كما قال مجد، لا تصدقوش. الآن نضيف الرز بعد ما غسلته مرتين، نضيفه طبعا والنار مشغلة على العالي بحيث انه يفور. الآن نقلب كذا الرز شوية، نحركه نخلي النار عالية. طبعا في حركة حلوة تعطي نكهة حلوة للمندي، انا اسويها ان انا اجيب بصل واجيب، شوفوا هنا عندنا اللي هي فحم، احرقها اولعها على النار قصدي، بتعطي هذه نكهة حلوة. نحن نقول رز مبخر. طبعا نستمر نحرك الرز علشان يعني يكون ينضج بشكل متوازي بشكل متساوي. طبعا هذه هي قشرة البصل، بحطها وسط قصدير. طبعا هذا القصدير اخليه بشكل مربع والفه حول البصل علشان هذا يعني بشكل عام المفروض ما يستخدمش قصدير، بس انا استخدم القصدير علشان ما يتكرعش معانا الايش اللي هو الزيت بين الرز. طبعا كده يكون جاهز. طبعا نستمر نقلب الرز إلى لما يبدأ ينقص الماء. بتلاحظوا الآن إنه تقريبا بدأ ينشف الماء. بهذه المرحلة ننقص اللي هي الحرارة اللي هي النار، بنقصها لأقل شيء. طبعا نشوف كده لأننا خلاص تقريبا بيبدأ ينشف، نحط اللحم. طبعا نحاول نوزع اللحم من فوق ما ننزلوش من تحت. نجيب حقنا اللي هو اللي سويناه اللي هو القصدير مع البصل. طبعا نحاول نخلي لها طريق كده في أو مكان عشان وسط الديوان الشيخ. البصل مع القصدير في النص، ونجيب الفحم المشتعلة. طبعا فوقكم معاكم بالقاطع، انا معي مقص. نضيف اللي هو الزيت. طبعا بتلاحظوا يكون معنا قصدير جاهز على شكل على الدست. طبعا انا ببدأ اضيف الزيت. طبعا اول ما تلاحظوا بضيف الزيت بيبدأ الدخان يطلع بكمية كبيرة. والآن بسرعة احط القصدير، اقفله بالقصدير واجيب غطا الدست واحطه من فوق، واتاكد ان القصدير يكون مقفل بشكل جيد، يعني اقفله من كل الاتجاهات علشان ما يروح معانا نكهة اللي هو ايش التبخيرة حق الرز واللحم. طبعا درجة الحرارة هنا تكون اقل شيء، نار هادئة، بنخلي على هذا الحال لمدة نصف ساعة. طبعا الآن بعد نصف ساعة نبدأ نفتح نشوف حقنا المفاجأة. طبعا بتلاحظوا تشوفوا كيف انه في شوية دخان من التبخيرة. طبعا نطلع اول شيء اللي هو القصدير مع البصل والزيت والفحم، بناخذه نرميه. وبعدين بناخذ اللحم كذا علشان صحن لحاله علشان التقديم. نشوف الرز، شوف الرز طبعا ناشف ومطبوخ بشكل جيد جدا. طبعا اخذنا اللحم على جنب، والان نبدا ناخذ الرز. بتشوف الرز انه كيف، لا هو معجون ولا هو ناش يعني ولا هو رطب ولا شيء، رز نثري
خاص لمكرمة. طبعا الرز جاهز، نحط اللحم من فوق وبالعافية عليكم. طبعا ينأكل مع السحاوق، عملنا لكم فيديو للسحاوق بالعربي والانجليزي، ما فيش معاكم عذر. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وإذا عندكم أي اقتراحات لطبخات قادمة اكتبوها بالتعليقات. بالعافية عليكم.